دعونا نفترض أن لدينا شعاع هنا يبدأ من النقطة A ثم يمر بالنقطة B، ولذلك يمكننا أن نسمي هذا الشعاع، يمكننا أن نسميه، دعوني أرسمه بشكل أكثر استقامة، نسميه الشعاع AB، يبدأ عند النقطة A، الرأس عند A. لنفترض أيضا أن هناك شعاع AC، ولنقل أن لدينا النقطة C هنا، هنا من ثم يمكنني أن أرسم شعاع آخر يمر بC، إذن هذا هو الشعاع AC. وما هو مثير للاهتمام بخصوص هذان الشعاعان هو أن لديهما نفس الرأس، لديهما نفس الرأس الذي يقع على A. وبشكل عام ما يتكون لدينا عندما يكون لدينا شعاعين لهما الرأس نفسه سيتكون لدينا زاوية. ربما أن مفهوم الزاوية مألوفا لك بالفعل، والذي أعتقد أنه يأتي من مصطلح لاتيني، على أي حال هذا منطقي حيث نراها عند النقطة A، ولكن التعريف الهندسي أو التعريف الذي تفضل أن تراه هو عندما يتشارك شعاعان بنفس الرأس، وهذا الرأس المشترك يسمى برأس الزاوية وليس فقط رأس هذه الأشعة، أي الشعاع AB والشعاع AC، وهو أيضا رأس الزاوية هنا. إذن الشيء التالي الذي أريد التفكير به الآن هو كيف نسمي الزاوية. ربما ستقوم بتسميتها بالزاوية A، لكن سأريكم بسرعة لماذا لن يكون هذا واضحا جدا اعتمادا على مكان الزاوية. إذن الطريقة التي تحدد بها الزاوية، وأتمنى أن يتضح هذا بسرعة لكم، هو أننا نقول زاوية، هذا هو رمز الزاوية، وفي الواقع هو يبدو مشابها بطريقة غريبة لهذه الزاوية، لكنه مدبب ويبدو أصغر من رمز، لكنه ليس كذلك بالضبط، إنه مسطح من الأسفل. نقول الزاوية BAC، إذن الزاوية BAC، أو يمكن أن تقول الزاوية CAB، في كلتا الحالتين هما تحددان هذه الزاوية أو هذه المنطقة المفتوحة هنا. والشيء المهم أن ندركه هو أن لدينا الرأس يقع في منتصف الأحرف. وربما ستقول لماذا نمر بمشكلة ترتيب كل هذه الأحرف، لماذا لا يمكنني أن أسميها الزاوية A ببساطة؟ ولنرى ذلك دعوني أريكم رسم آخر. ورغم أن التعريف الهندسي للزاوية هو عبارة عن شعاعين لهما نفس الرأس، من خلال الممارسة سوف ترى عدة زوايا مكونة من خط وقطعة مستقيمة. من خط وقطعة مستقيمة، دعونا نفترض أن لدي قطعة واحدة مستقيمة هكذا وأسميها DE، ولنفترض أيضا أن لدينا القطعة المستقيمة FG، ولنفترض أن نقطة تقاطع القطعتان المستقيمتان هذه النقطة هنا، ولنسميها H. كيف يمكننا تحديد هذه الزاوية الموجودة هنا؟ هل يمكن أن نسميها الزاوية H؟ إذا أسميناها الزاوية H، يمكن أن تكون هذه الزاوية هنا، تلك الزاوية، دعوني أحددها أكثر. يمكن أن تكون هذه الزاوية هنا، أو هذه الزاوية، أو حتى هذه الزاوية، أو يمكن أن تكون هذه الزاوية. إذن الطريقة الوحيدة حتى نحدد عن أي واحدة نتحدث هو أن نعطي ثلاثة أحرف. إذا كنت تريد أن تتحدث عن هذه الزاوية فستسميها الزاوية EHG، أو يمكن أن تسميها الزاوية GHE. إذن GHE، إذا أردت أن تحدد الزاوية هذه الزاوية هنا المكونة من هذا الشعاع وهذا هنا، ويمكنك تسميتها بالزاوية DHG، الزاوية DHG، أو الزاوية GH
دي جي اتش دي، اظن انكم فهمتم الفكره. هذه الزاويه في الاعلى تسمى اف اتش اي او اي اتش اف، وهذه ستكون اف اتش دي او دي اتش اف، واذا قمت بها في هذه الطريقه ستتوضح اي زاويه تتحدث عنها. والان لدينا فكره عامه حول ماهيه الزاويه وكيف نسميها باستخدام الرموز. والشيء التالي الذي يمكن ان نتحدث عنه هو ان ليس جميع الزوايا تشبه بعضها البعض، فبعضها اكثر انفتاحا من الأخرى. إذن على سبيل المثال دعونا نأخذ زاويتان هنا. لنفترض أن لدينا زاوية هنا، لدينا هنا A B C، ويمكن أن نتخيل أن هذه عبارة عن أشعة. إذن هنا لدي الزاوية B A C، ولنقل هنا أن لدي الزاوية، دعوني أرسمها، لنقل الزاوية X Y Z. يمكن أن أمد هذه الأشعة إذا أردت. إذن هذه هي الزاوية X Y Z. الآن انظر إلى هذه الزوايا، ماذا ترى؟ هذه الزاوية تظهر مفتوحة أكثر، بينما هذه الزاوية مغلقة أكثر، على الأقل بالمقارنة مع الزاوية الأخرى. عندما نقيس الزوايا يجب أن نقيسها اعتمادا على مدى هي مفتوحة أو مغلقة. فمثلا بدون أن أقول لكم كيف نقيس الزاوية، يظهر أن قياس الزاوية XYZ أكبر من قياس الزاوية BAC. إذن يمكن القول أن قياس الزاوية يعتمد على مقدار فتحة الزاوية، وهو ما سنراه في العروض التالية، ونرى كيف نقيس الزاوية فعلياً.